السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسين من قناة نظر في عالم السيارات. متابعين الأعزاء، اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم جي إن سي أكاديا موديل 2019. نبدأ أول شيء بفقرة الأسعار. السيارة تتوفر من شركة مهند لتجارة السيارات بمعرضهم الكامل بمدينة أربيل على شارع 100 مقابل دائرة الجمرك. السيارة تتوفر في فئتين، اثنيناتهم اس ال اي، لكن هذه الفئة تجي مواصفات مطورة أكثر من ذيك. هاي راح تجي سقف سلايد بها فتحتين سلايد، وكذلك الشاشة مالتها راح تكون أكبر 8 إنش. ذيك راح تجي لا سقف حديد بدون سلايد، والشاشة مالتها راح تكون 7 إنش. سعر هاي السيارة 33,000 دولار بدون لوحات، يعني 3 شدات و30 ورقة. سعر هاي السيارة راح تكون 31,000 دولار بدون لوحات، يعني 3 شدات و10 ورقات. نبدأ بشكل خارجي للأكيديا 2019. طبعا السيارة أول إنتاج كان سنة 2007 ك SUV كاملة الحجم. هذا الموديل استمر لحد 2016. بال 2017 سوى أبجريد أو تحديث للشكل بشكل كامل، حتى حجم السيارة اختلف، صار أقل من الحجم السابق. طبعا السيارة بعد ما كانت تتصنف ضمن فئة SUV ذات الحجم الكامل، هسه قامت تصنف ضمن فئة SUV ذات الحجم المتوسط. طبعا السيارة كأبعاد حاليا راح يكون عندك طول 5 مترات وسنتيم، والعرض 198 سنتيم، والارتفاع 177 سنتيم. يعني هواية الأبعاد مالها صارت أصغر من الجيل السابق. طبعا نشوف الشكل الأمامي للسيارة. طبعا شركة جي ام معروفة بإنتاجها للسيارات الـ SUV والتركات والكروس أوفر الكبيرة المعروفة بالواجهة الكبيرة مال الجي ام. شوف علامة جي ام كبيرة، واجهة كبيرة كلها مطعمة بالكروم حلوة. عندك الأضواء الأمامية بهالفئة راح تجي هالوجين وبها LED نهاري، وحتى الإشارة LED هالوجين. وعندك بصمة جي ام سي على المصباح، وعندك أيضا أضواء الضباب راح تجي هالوجين. عندك الدعامية الأمامية راح يكون عندك بها تطعيم بالكروم أيضا، فتحاتها هي كبيرة فوق وجوا. وعندك تطعيمات بالرصاصي، لونها رصاصي بالدعامية الأمامية، حتى الدعامية الأمامية من جوا تجي تطعيمات بها بالبلاستيك المضاد للخدوش، البلاستيك الخشن، وبها من جوا أيضا لحية. نشوف شكل السيارة، هذا الشكل الأمامي للسيارة. طبعا السيارة تتوفر بفئات الـ SLE والـ XLE وكذلك الـ All Terrain وكذلك الدينالي. المتوفرة حاليا بهذا المعرض فقط الـ SLE وفئتين بدرجتين. يعني نجي إلى السيارة من الجانب، نشوف الأضواء الأمامية، السايد بروفايل شلون حلو مال السيارة، والأضواء جاية مسحوبة هيشي. عندك البلاستيك الخشن مكمل ويا حواف السيارة ويا حواف كاملة، والأبواب والعتبات مال الأبواب. عندك التايرات مال السيارة ويلها حجم 18، عليها تايرات كونتيننتال، التاير حجمه 235 على 65. عندك بصمة أكيديا على الباب بالكروم، طبعا هذا اللون الأسود كلش حلو قاعد على السيارة ويا لمسات الكروم مالتها. عندك هنا لمسات كروم على أطر جامات الأبواب. عندك أيضا سيتشش مال سقف، عندك حتى تحمل بيه غراض تقدر تشد السيفاية. المراية الجانبية بلون السيارة، مقابض الأبواب بلون السيارة، فقط زر البصمة يجي بها بلون الكروم. طبعا السيارة بالسوق يسموها 4 بصمات، يعني البصمات موجودة على الأبواب 4، تقدر تدخل للباب بدون استعمال مفتاح، فقط بضغطة زر تقدر تقفل أو تفتح الباب. بصمة الـ SLE. نجي إلى السيارة من الخلف، اللايتات الخلفية LED شكلها حلو، وعندك هنا تطعيمات بالستيل وعلامة جي ام سي. السيارة هاي اول ويل درايف،
اوكي، حساسات خلفيه، كاميرا خلفيه. بالفئات العليا مثل الدينالي راح تيجي كاميرات 360 درجه، عندك جناح خلفي صغير وبها ايضا الاضويه مال بريك اكيديا، عندك رفلكترات خلفيه اللي جوا الفتحه مال باب الصندوق من هنا تصير، وعندك الدعاميه الخلفيه بها تطعيمات بالرصاصي والبلاستيك الخشن، وعندك فتحات عادم اثنين وحلوه بها تب كروم، يعني الحافه مالته كروم، وعندك هنا هذا القبغ ينشال تشد له هوك حتى تشد تسحب بيه عربانه. طبعا بامريكا عندهم هذا الشيء هوايه اعتيادي، دائما يسحبون بالسياره عربانه كرفان او زورق، فهاي السيارات هوايه الاس يو في العائليه، يعني ما تستعمل فقط للتنقل، لا لانه يستعملوها ايضا للقطر همين، فهاي شغله مهمه عندهم. فتح الصندوق من هالسير، طبعا الصندوق كهربائي شوفوا، واحلى شيء زاويه فتح الصندوق تقدر تتحكم به من يمساك، اكو فد بكره تقدر تختار به اكثر من وضعيه، اكو 3 4 ينفتح الصندوق او ينفتح كامل، هذا في حال انت واقف بموقف السقف ماله ناصي حتى الصندوق اللي ينفتح هواي وطخ بالسقف، تقدر تفتحه لهنا تختاره من يمساك. اكو بكره هسه نشوفها بالكابين مال السياره. نشوف هنا مناطق الخزن، لما تكون كراسي مال الصف الثالث، طبعا سياره 7 سيترز يعني سياره عاليه بسبع مقاعد، لما تشوف الكراسي مال الصف الثالث هيشي يعني مفتوحه راح يكون عندك 360 لتر، يعني مساحه مو ذاك كبيره. بس اذا تنوم الكراسي مال الصف الثالث شلون تنومه؟ هيشي اكو فتحه بالميكانيكي، بس شلون اسحبها؟ طبعا راح يصير مستوي تقريبا الصندوق، فهذا شيء زين راح ينطيك سهولة دخول المواد أو تحميل الصندوق، فهذا مساحة التخزين راح تكبر عندك، تصير عندك 1170 لتر. إذا تنوم الكراسي مال الصف الثاني أيضا راح يصير 2270 لتر. الكراسي منها تقدر أيضا تنوم، هنا شوفوا طبعا بيدك بس تضغطها أيضا تنزل هواية، فصير عندك مساحة تقريبا مستوية تقدر تحمل بها أغراض. أكو مناطق خزن أخرى أيضا نانا شوفوا، بها ادراج مثل فلين تقدر تحط بها اغراض، منطقة خزن صغيرة هنا ايضا. نشوف سوى محرك السيارة، طبعا هاي السيارة كانت بالجيل السابق تعتبر اس يو في، هسه صارت كروس اوفر، يعني هسه صارت دفع امامي اساسي ودفع رباعي، هسه هاي السيارة دفع رباعي ودفع امامي اساسي. هسه نشوف ايضا الدايل مالته جوا البكره مال اختيار وضعيات القياده. هنا المحرك راح يجي 6 سلندر في 6 بنظام في في تي اي، محرك بصراحه من جي ام اعتمادي ممتاز، لا جي دي اي ولا مشاكل جي دي اي، نظام في في تي اي بورت انجكشن، وينطي قوه حصانيه 310 حصان وعزم دوران 364 نيوتن متر. هذا المحرك مربوط على جير اوتوماتيكي من 6 سرعات. الصرفيه مال هالمحرك كل 100 كيلو راح تصرف وياك 9 لتر، حجم خزان وقود 72 لتر، من 0 الى 100 تقريبا 8.5 ثانية حسب الشركة. فهاي هي ارقام المحرك وارقام الاداء. خلينا ندخل للسيارة، قبل لا ندخل للسيارة خلينا نشوف سويشها. هذا هو مفتاح ذكي بلمسات كروم وعلامة جي ام سي حلوة، بفتح وقفل وتشغيل عن بعد، فتح الصندوق الخلفي وزر البانيك او زر الانذار. خلينا نشوف التشغيل عن بعد، مرتين ندوس هذا بعدين ندوس التشغيل عن بعد وهولد، ممتاز. واذا تريد تطفي السيارة منها. خلينا ندخل للكابينة مال السيارة، نشوف الباب الخلفي كجودة مواد جيدة ناعمة كروم وجلد وسفنج، ومن هنا مثل تخشيب لون، وكذلك يعني جودة البلاستيك مو كلش واو لكن جيدة، بس بها مناطق خزن هواي، منطقة خزن حامل اكواب، منطقة خزن، منطقة خزن. خلينا ندخل للصف الثالث مال المقاعد، هذا تسحب هاي يد اكو هنا تسحبها، الكرسي يصعد هيجي يصعد ويتقدم ويسوي لك فد مجال حلو بصراحة تصعد للصف الثالث. اكو هنا ايضا عتبة ومن هنا ايضا لازمة بالتكمة تقدر تصعد. يا الله ندخل للصف الثالث، يا الله بصراحة الصف الثالث يعني تقدر تعتبره للأطفال بالفئة المتوسطة مثل هاي، يعني كل المنافسين يقدمون نفس الشيء، الصف الثالث مو كبير يعني تفيد للأطفال المراهقين الصغار هيك عمر. شوف هنا عندك الأضوية
مال الإنارة الداخلية LED، عندك فتحات تكييف واصلة للصف الثالث، عندك منفذ شحن USB حامل أكواب، وكذلك منطقة شحن عفوا منطقة خزن تقدر تخلي بيه الموبايل. هذا مثل ما سنت صاير كلش حلو. الديكور أيضا من هنا عندك حامل أكواب. هسه خلنا ندخل للمقاعد الخلفية نشوف المقاعد مع سيارة تجي جلد، لكن هذا جلد عمل الوكيل يعني مو من الشركة لهم، لكن شغل حلو بصراحة. الأكيديا بجيلها الجديد بصراحة صارت أنصى بحيث الدخول والخروج للسيارة أسهل، يعني صارت أشبه ما تكون بالستيشن واجن. هسه ندخل للسيارة. يا الله شوفوا الكراسي بصراحة مريحة، نوعيتها ممتازة كحشوة، الكراسي كلش مريحة. هنا الكراسي الخلفية تقدر تغير زاوية الظهر مالتها، وكذلك هو نفس الكرسي أيضا، شوفوا نفس الكرسي بها لادر تقدر تقدمه وتأخره حتى تحصل لك أكثر وضعية مريحة بالجلوس. هنا نشوف أيضا بالكراسي مال الصف الثاني أكو من هنا مناطق لتثبيت كرسي الأطفال، كذلك عندك مسند بالنص بها حامل أكواب، كذلك فتحات التكييف أيضا عندك صايرة فوق، عندك الإنارة الداخلية الـ LED أيضا هنا ماكو، وهذا السقف الثنائي سقف السلايد الثنائي بصراحة مسوي في الجو كلش حلو داخل الكابينة، إنارة قوية حلوة صايرة، الكابينة صايرة أوسع هواية. هنا نشوف أيضا المناطق الموجودة، المنطقة الموجودة هنا بها السيطرة على التبريد الخلفي. بهالحالة السيارة راح يكون التبريد مالها ثلاث المناطق، المنطقة الخلفية واحد ومنطقتين أمامية واحد. هنا أيضا عندك منافذ USB للشحن، ومن هنا عندك منطقة خزن جرارة كبيرة بصراحة، سيارة عائلية بعد بها مناطق خزن هواية. طبعا أكو أيضا شاشة LCD صغيرة حتى تبين لك وظائف التبريد الموجودة بالمقاعد الخلفية. نقعد بالنص، يا الله الجلوس بالنص ايضا مريح بصراحة، خاصة نفق الجاردن ماكو، نفق الجاردن تقريبا ماكو. وهذا منظر الدشبول من المقاعد الخلفية. خلنا ندخل المقعد السائق ونشوف. ايضا المواد مال الباب مواد جيدة ناعمة، استشات حقيقية، كروم، تخشيب، جلد، مناطق خزن. هذا هو الزر اللي حشيت لكم عليه مال الباب الخلفي، تقدر تختار زاوية فتح الباب اما ماكس الاعلى شيء او 3/4 او اوف. طبعا نظام صوتي 7 سماعات من بوز. الكرسي مال السائق راح يجي عندك كهربائي، كرسي الراكب راح يكون عندك التحكمات يدوي، عندك الهاند بريك كهربائي ترفع وتنص الاضاءة مال الداشبورد، عندك تطعيمات بالرصاصي بالداشبورد، مواد الداشبورد ايضا جيدة، الستيرن بي تغليف جلد شكله حلو، عندك الستيرن التضبيط ماله تلسكوبي لكنه يدوي. نجلس بالسيارة. يا الله شوفوا الشاشة الحلوة، هاي الشاشة الكبيرة 8 انش مال GM، وعندك هنا ايضا شاشة معلومات صغيرة او شاشة رحلات، عداد رحلات موجودة بالداشبورد. سرعة السيارة لحد 260. شوفوا هنا السيارة يجي بها حساس ضغط الإطارات أيضا، أوكي حساس ضغط الإطارات بها كمعلومات، وكذلك معلومات الاقتصادية مع الوقود، تايمر مع الرحلات، الشحن مع الباتري يطلع عندك، وهاي درجة الحرارة الخارجية، وحتى بها أيضا الكيلومتر ديجيتال، عداد كيلومتر ديجيتال. ومن هنا ايضا تقدر تتحكم على الاوديو والموبايل من هنا بدل ما تباوع منه، من حتى تكون منتبه على الطريق صاير امامك. اوكي هنا الشاشه تجي تاتش، تجي بحجم 8 انش، بها الوظائف الاساسيه مال الشاشه، تقدر تعرض الكاميرا امات، الكاميرا هي شي تعرضها هاي الزاويه هاي الزاويه، هاي بدون خط، هاي مع الخطوط البروجكتري لاينز، والخطوط تغير اتجاهها ويا الستيرن ايضا. اوكي وهنا ايضا عندك الستيرن تحكمات مالته، منها مثبت السرعة، علامة GM، تطعيمات بالرصاصي، ومن هنا السيطرة على شاشة المعلومات البنص والاوامر الصوتية والموبايل البلوتوث. من هنا عندك ايضا سيطرة على الشاشة
أزرار للسيطرة على الشاشة، الهوم والباك، ومن الراديو ميديا، وكذلك عندك هنا السيطرة على وظائف التبريد وتوزيع الهواء وتبريد مال ثنائي المناطق. طبعا نرجع للستيرن، السيطرة على الميديا بالستيرن وين صار؟ صار اللي ورا الستيرن. بالشركات الأمريكية زر مال الصوت واختيار التراكات يخلي ورا الستيرن من هالصفحة ومن هالصفحة. نجي هنا الكراسي الأمامية بها تدفئة، أما تدفئة الظهر بس أو تدفئة الكرسي كامل مال السائق والراكب. هنا نشوفه كذلك عندك منطقة خزن هنا حلوة حجمها زين، وبها منافذ USB وأوكسيلري وبها جداحة. عندك هذا الزر الفلاشر أو دبل إشارة، ومن هنا طفي التراكشن. هذا مقبض الجير مطعم بالكروم عليه بصمة GM، وهذا التبترونيك زين. طبعا كلها تطعيمات جلد وكروم، وكذلك من هنا عندك مثل تخشيب، لون تخشيب وخشب حقيقي. حامل أكواب اثنين بها أطر كروم، من هنا الحساسات تقدر تطفيها وتشغلها. من هنا عندك أنظمة القيادة، هنا نظام دفع أمامي على الطرق، هنا نظام دفع رباعي على الطرق في حالة المطر أو الثلج هم تفيد. هنا الوضعية الرياضية، من هنا وضعية الصخور، من هنا وضعية القطر. قلت لكم هاي السيارات بأمريكا يعني يستعملوها القطر هواية. هنا فوق عندك المراية مال الرؤية الخلفية، راح تكون عندك تعتيم يدوي، ومن هنا سيطرة على الإضاءة مال السيارة ومناطق الإضاءة مالتها، ثلاث إضاءات بها. ومن هنا بيت النظارات، عندك هنا الشمسية بها مراية وبها إضاءة، والشمسية الشمسية تقدر بها سلايد حتى تحجب الشمس عن عينك، كلش حلو تقدر تحركها. عندك تخشيب حلو بصراحة على الداشبورد، والمواد مال الداشبورد أيضا ناعمة بصراحة. هنا عندك تشيك مانش كبيرة، ومن هنا عندك أيضا منطقة خزن كبيرة يم إيدك، بس ما بيها منافذ شحن أو فتشي ما بيها، وهي تكون مغلفة بالإسفنج والجلد. طبعا السيارة كأنظمة أمان تجي إيرباغات أمامية، وكذلك حساس إطار ضغط الإطارات، وكذلك الـ ABS والـ EBD والتراكشن كنترول، هاي كأنظمة أمان أساسية. متابعين الأعزاء، هاي كانت نظرتنا على الـ GMC Acadia موديل 2019. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وشير، بالنسبة للأخوة الزوار يشوفون القناة لأول مرة اشتركوا ويانا حتى تبقون على تواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.